لوين رح نروح هلا؟ هلا ضل موقفين، رح اخذك لعند رفيق قديم لإلي. وبعدين؟ عم تقولي بعدين بعدين بعدين، شو هالعجلة سبيل؟ ما بيهمك تعرفي إرهان يلدرم؟ طيب على ما هالخطوة خطوة شوي شوي مو أكتر؟ يعني لازم أتزوجك بعد هالجولة؟ لك شو هالحكي هاد؟ كأني خيبت أملك سبيل خانو؟ ما بعرف. ما تعرفتي بحياتك على حدا هيك، لهيك برأيي إنه يعني هذا الموضوع طبيعي كتير، أنت بمرحلة التأقلم. ضحكتني. بحب ضحكك كتير سبيل، يعني كل ما داب التلج عنك بيبين جمالك. لا مو هون على الأغلاب. شو صار؟ ما بتعرف المكان؟ هالمكان كان سينما من قبل. نحن لأنه خصصنا كل المصاري للعلاج كنا نجي لهون مرة بالشهر بالمصاري اللي خصصناها ووفرناها وناخد البطاقة من هون، وهذا الموقف هون يلي كنت أطلع منه من الشغل على المدرسة سبيل. كنت شوف من هون إذا كان في أفلام حلوة وروح دغري على البيت أحكي لأمي ولا يا أمي في فيلم جديد. كنا ناخد من المصاري اللي حددناها إله ونشتري بطاقتين وبوشار ونقعد ونتفرج ونحن مبسوطين كتير. وأمي ولو ليوم واحد أنا بتذكر إنها كانت تنسى كل وجعها هون. يعني أول كل شهر خليني أقلك هيك. يلا سبيل خلينا نروح، يعني إذا تأخرنا رح نتأخر عن الباص، وإذا تأخرنا عن الباص شو رح يصير؟ رح نتأخر بالرجعة. إيه لا حبيبي، هالمرة بدنا نطلع بتاكسي، ماني طالعة بالباص. امسكي بإيدي. إرهان، ليك أنا ما بدي بين كأني عم بنسى، بس ليش نحن هون؟ أنت سألتي عن الماضي سبيل، وصلنا هون. تعالي. أنت عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. تعالي. السلام عليكم، ما في قطع مسروقة يا معلم؟ أنا رح بلش سبك وسب القطع المسروقة كمان. أخي. ولا لك أهلين. وين مختفي انت؟ بالشغل يا اخي، وين بدي اكون يعني؟ والله لعرفك على مرتي سبيل، وهذا مراد افضل ميكانيكي موجود هون. مرت اخي بعتذر منك، اهلا وسهلا فيكي، شرفتينا. شرفت بمعرفتك. سبيل ما بتهتم لهي الامور التافهه يا اخي. ايه فوتوا لنقعد. سبيل شو ما في شاي؟ احمد جيب ثلاثه شاي وتعال. اشتقت كتير لهذا المكان. انتو جوعانين؟ شو رأيكم ناكل توست هلا؟ إرهان مع السجق والجبنة كمان. شو رأيك مرت أخي؟ لا يسلم، ولسه هلا أكلنا. هلا اجينا من عند أخي سيوات. قلت لي أخي سيوات. ليك اطلع، ما عاد في قطع منيحة مثل قبل يا أخي. إيه شايف، لاحظت هالشي. أوعك تفهميني غلط يا مرت أخي، أنا وزوجك كمان بنحب السيارات الكلاسيكية، هي هي القصة. حكالك شي هو عن صياعته بالثانوية؟ لك شو دخل هالشي هلا؟ لك يا ابني انت معتوه ولا شو؟ عم تحكي بسخافة؟ عم يخرف؟ لا انا ما بعرف، خبرني شو صار، عندي فضول. شو رح يقول سبيل؟ هي شغلات فاضية، فترة مراهقة وشغلات تافهة. مرت اخي انت بتعرفي كيف كان؟ يا مجنون سبيل هلا رح تفهمها غلط، لا تحكي هيك، خلصنا بقى. خلص شو بك اتركه يحكي. رح احكي يا اخي رح احكي. عندي هالفرصة مرة واحدة بالحياة، بما انه مرت اخي هون رح خبرها بكل سجلك. ايه خبرني. بيوم من الايام انا وهو كنا قدام الثانوية، لكن كنت مشاكس بالثانوية ما؟ اخ منك يا مراد، دمرتني والله. هي القصة صارت من سنين سبيل، عن جد بلا ما نتناقش بالموضوع. ايه بدي ناقشك فيه، لكن شو؟ معناها عم تقولي انه نحن رح نتقاتل كتير كتير بعد الزواج. انا جاهز جاهز، دمرتني يا مراد، عن جد دمرتني. شو رأيك انه نحن نراجع اتفاقية الزواج؟ لسه ما وقعتها، يعني اذا صار هيك خيانة. انا بعرف كتير منيح كيف اتصرف بهيك وضع، رح اربط حجر تقيل على رجلي بالاول.
ورح أرمي حالي بالبحر مباشرة. إيه هيك بيكون أخف وجع منطقي يعني. إيه لوين بدنا نروح هلأ؟ آخر موقف البيت اللي عشنا فيه أنا وأمي. ما عاد مريت من قدامه أبداً من بعد ما توفت أمي. أنت جنبي هلأ، الوضع غير. طبعاً إذا بدك، بس إذا ما بدك منروح. ليش لا؟ تعالوا لهون، تعالوا بس 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 بس. هذا هو المكان؟ ايه هاد. كل ذكرياتي مع أمي هون بهذا البيت وبهي الحديقة. عم تدور على حدا ابني؟ لا عفوا منك عمي، كنا مارين من هون، أنا وأمي كنا ساكنين بهذا البيت من زمان، فحبيت إجي وفرجيه لمرتي، مو أكتر. تفضلوا ارتاحوا جوا إذا بدكم يا ابني. لا ما بدنا نعذبك، أنا آسف مرة تانية، لا تواخذني. عذاب شو؟ واضح إنكم تعبانين، ونشرب شاي كمان. تفضلوا تفضلوا. زميل. تفضلوا. تمام يلا. أنا رح سكره. بالمناسبة أنا إيرهان. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. عن جد أنتوا لابقين لبعض كتير كتير. أنتوا متجوزين يا ابني؟ إيه. ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله بتختيروا على مخدة وحدة. أمك عايشة يا ابني؟ لا خسرناها. إن شاء الله مكانها بالجنة. بعد ما تقاعدنا أنا ومرتي استقرينا هون مثل ما لك شايف، إلا 5 أو 6 سنين. بس هو شارع حلو كتير. فوت فوت، خد راحتك، ما في حدا غيرنا بالبيت بهالوقت. سيبيل، هي كانت غرفتي. نفس الريحة، مثل ما تركتها. أنا كان في عندي تخت صغير هون سيبيل، ملزوق بالحيط. احتفظت فيها، لقيتها لما أخذت البيت. شبهتك لما شفتك من برا، وتأكدت منيح لما شفتك عن قريب. منيح إنه احتفظنا بالأمانة، لقينا صاحبها وأخيراً. شكراً عمي. هي أمي سيبيل.